ايوه يا شباب، شوف هذه ايش كيف نقضي على هالحشرات ذي. طال عمرك هذا كل مكان في الحظيره نحاول نقضي عليه، كل مكان يا شباب داخل الفتحات هنا تقضي على البكتيريا، تقضي على البيض، بعدها نرش كرولكس ودتول. ابي اقضي على البكتيريا يا شباب، هنا شوف شوف هنا تقضي على البكتيريا يا شباب. هنا باذن الله تعالى ما يجيك لا مرض كانكر لا مرض برويس. اقضي على البكتيريا واستخدم خلطة وجه الشرقية يا شباب. هذه الطريقة الصحيحة يا شباب لتقضي على البكتيريا. هنا والله يا شباب راح تدعوا لي بإذن الله تعالى. شوف كيف دار مدار المكان يا شباب. شوف تقضي على البكتيريا، تقضي على البكتيريا يا شباب. بعد ما نسوي هذه يا شباب نرش ديتول وكرولكس زي العادة، نموت البكتيريا من هنا ونغير رمل الحظيرة ونحط رمل وملح جديد يا شباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شباب، رجعت لكم بعد ما حرقت المكان بالنار. أوكي، حطيت رمل الحين هنا عربية ولا عربتين. أوكي، نحط طال عمرك ملح. ترى يا شباب الملح الطبيعي زين، يفضل ملح من البحر، رمل من البحر، بس اذا ما في طال عمرك هذه الملح طشناه في حظيره الطيور. زين، طبعا كل عربتين احط كيس يعني على حسب المكان اللي عندك طال عمرك. ناخذ الشيء والحين ونخبط الملح مع الرمل طال عمرك ونطشه في المكان، ونستخدم بعد ما نخلص هذا طال عمرك صديق البيئة الديتول مع اللي هو الكرولكس، وهذه العلبة اللي عقب بها المكان بإذن الله تعالى. رايح تدعي لي وتدعي فضل الله فضل والد الشرقية، قضينا على البكتيريا بإذن الله تعالى. وطبعا هذه الحين الرفوف اليوم التاريخ 25 او 26 10 1438. ان شاء الله اليوم الصبح هذه كلها بتصير محاكر حق الطيور. زين، واهم شيء المروحه يا شباب، وهم اذا جيت الصباح نرش المكان مضبوط، كل يوم نرشها بالمويه والمروحه تصير مشقله رايح تقضي عن الاختناق الطيور في الصيف يا شباب. ترى بيجي الرطوبه الحين رحم الطيور الصغار طال عمرك. شوف كل مكان هنا ملح، شوف لو تشوف في ملح. بعدها بنقطع السعف ونطش حق الطيور حق ترتب لها بيوت جديده. زين، زي ما علمتكم اقتلوا البكتيريا والحشرات بالنار. هذا قيمه القوطي، انا اخذت قطيه ب4 ريال، 8 ريال تقريبا، 8 ريال تقضي على المكان كله بوها، تموت البكتيريا والملح والرمل زين حق الطيور وحق الدجاج. طبعا انا سويتها حق حظيره الطيور، وهم بكره ان شاء الله بسوي حق حظيره الدجاج. ما شاء الله تبارك الله صحة الطيور، ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله بكرة الصبح أصورها لكم. ولا تنسوا تعطوا الطيور من خلطة ولد الشرقية، واللي يبغى الخلطة يتواصل معي على رقمي الخاص 0544-20-44-31. تحيات ولد الشرقية للجميع أنحاء المملكة ودول الخليج، مرحبوا.